السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كما شفتوا المباراة اللي عدات جبنا معنا نقطة من خارج الديار. أول حاجة ما كناش كما في المباراة تاع كأس الفريق بكل هذيك القوة، شوية طاح الريتم تاعنا. إن شاء الله نحاولوا في التدريبات السمانة هذه نصحوا الأخطاء إن شاء الله باه نفوزوا مباراة مصغر. المباراة اللي فات في الملعب على فريق كبير على مولودية وهران. ان شاء الله حنا رانا نشوفوا لي فيديو تاعو لي تاع الفيديو تاعهم ان شاء الله، وما نستصغرهمش، هما مداخلين البطوله بكل قوه. ان شاء الله نوجدوا لهم كما ينبغي ونفوزوا في ملعبنا. مازالوا في السجن ان شاء الله، باه ان شاء الله يكونوا في المباراه الاخرين يدعمونا ان شاء الله، ورانا نفتقدوهم ثاني حاجه. وان شاء الله نفوزوا ونهدوا لهم الفوز ان شاء الله. بون السلام عليكم. نعاودو نوليو الماتش اللي فات كونتر شلف. الماتش ما كانش سهل علينا، الحمد لله كما يقول لك قدرنا نجيو الماتش حتى الدقيقه الاخيره، مالغري بلا كنا قادرين نجيبو 3 بوين. مي الاهميه تاع ليكيب الحمد لله ما كانش حتى بليسير، ما كانش كما يقول لك لعيه بزاف. وينكم تشوفوا بلي رانا كل 4 جور نلعبوا لي ماتش. الحمد لله قدرنا نجيبوا نقطه ايجابيه، ومازال يستناو فينا دو ماتش ان شاء الله هنا عندنا. ان شاء الله احنا رانا نخدموا، رانا مع الستاف تاعنا ان شاء الله نديروا كامل اللي علينا باش ان شاء الله نزيدوا نفرحوا الانصار تاعنا ان شاء الله. مستغان ما راحش يكون خصم، ما راحش يكون سهل علينا. وين شفتوا البارح دا 3 بوان من عند الام سي يو. احنا رانا نوجدوا كما كان الحال ان شاء الله، كما يقول لك نسيو كيفاش نجيبوا 3 بوان ان شاء الله، وباش ننطمي شامبيون بيان ان شاء الله. بيان سور انت انصار كيما يكونش معاك بيان سور كتاثر، احنا ماذا بين الانصار يوقفوا معنا سواء دخلت الديار ولا خارج الديار. وكيما يقول لك احنا ثاني رانا هنا فوق الميدان نديروا الخدمه باش نزيدوا نفرحوهم ان شاء الله، نمدوا كامل واش عندنا باش ان شاء الله نجيبوا لي 3 بوان هادو ان شاء الله. اولا السلام عليكم. قبل من نجاوب على السؤال، نذكر برك بلي انه جمعيه شلف فريق محترم ويلعب في ميدان ومع جماهيره. لعبنا ضد فريق محترم، الغيابات اكيد راح ياثروا، غيابات 3 لاعبين من اساسيين اللي لعبوا 4 مباريات، كان عندهم ريتم المباريات اكيد راح ياثروا، لكن تبقى انها نقطه ايجابيه. النهار اللي ما نكونوش فيه ما يكونش فيه الفريق مليح وما نخسروش، نقطة إيجابية للجميع. دونك بور موا سي ان بون بوان كنا غانيا في شلف، ماهوش بطعم الهزيمة، هو بطعم انه فريق مازال متماسك، ما تلقاش أهداف في السانكيام ماتش، اون اوكيس ان بيوت. Il y a pas mal de points positifs. Il y a sûrement des trucs à revoir. Wallah, si on prend les deux matchs sur le point technique, donc c'était deux matchs un peu différents. Les derniers matchs de Ghana, كنا في يعني في تنشيط اخر، كنا في ان بلوك يون بروسيدي بار دي ترانزيسيون، باسكو لادفيرسير افي البالون، كانت عندهم الكره هما اللي كانوا يهاجموا، وحنا يعني كنا غالقين اللعب وكنا نهاجموا بمرتدات. في الشلف صرا العكس، في الشلف فريق جمعيه الشلف كان متخوف خاصه في الشوط الاول وخلى لنا الكره، دونك سيتي دور دو بروكيري دي زوكاز، يافي موان ديسباس. اي جوستومون سي لو بوان اللي ان شاء الله حنخدموا عليه الاسبوع هذا، باش نجسدوا اكثر فرص للتسجيل. والله مباراة البطولة الأولى دائما صعب، صحيح الفرق اللي شاركت في كأس إفريقيا عندهم أكثر رتم مباريات رسمية، لكن شفتوا بداية البطولة دائما تكون صعبة، خاصة اللي لعبوا خارج الميدان ضد فرق بالنسبة لي أنا محترمة جدا. جمعية شلف نجم مقرى، والله راح تكون مباراة صعبة أكيد. احنا رانا اوروسوا ميم سي ما نلعبوش هنا في قسنطينة، ان شاء الله تكون بداية الفوز في البطولة المقابلة هذه ضد مستغان ان شاء الله. أكيد كي ما يكونش الدافع المعنوي تاع الجمهور راهي
تخص من جانب النفسي من لا موتيفاسيون اكسترن ثاني، لكن هذا هو الظرف ولازم نتاقلموا معاه ولازم نتعاملوا معاه ولازم نوجدوا الحلول ان شاء الله باه يكون فوز اول ان شاء الله للنادي الرياضي القسنطيني.